رايح يا حبيبي وين؟ راحت على الدرويش يلي بيرضى وبيعيش، ضيع أمل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش أحلم وميش، لما القلب تعبى ظلم لبس أشواق وخيش. عيش 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 عيش، عيش. ليهمك دموع ليهمك تشويش، ليهمك دموع ليهمك خالي. ولدت وجابت لك عروس. نشكر الله، اشكرك وحمدك يا رب. الحمد لله الحمد لله. خالي وين أمي ببيع؟ يا حبيبة قلبي نسيتهم بالبيت، راح أبو حسن يجيبهم إن شاء الله ما بتأخر. طيب مو مشكلة، أحفل لك إياها ماشي من عنا بين ما يكون. يكتب ألف خيرك، إن شاء الله بفرح فيك يا رب. يا رب الله يسوقك يا أبو حسن، معليش فوت شوفها حبيبتي. الله يخليك. تسلمي لي. بدي أذبحك وأخلص منك، اتركوني أحسن ما أرتكب جريمة فيكم. لك اتركوني يا جماعة. طول بالك يا صهري، والله ما بدي اياك تتضايق. مرت عمي عم اقول لك شاحت بنتك من المغفر، من المغفر. ايمتى بدك اياني اتضايق لكان؟ ايمتى؟ ايوه تقبرني يوم جيب لك سكينه لحتى تذبح لي من الوريد للوريد؟ هذا بدل ما تحاسب اخوك سرطان مدوت لانه شحتني على المخافر لخطيبتك. انا شو صاير لك؟ القصه وما فيها رحت بدي رجع الموبايل من تمساكت من غير ما اساوي مشاكل، لك حطقني، الحق علي اللي ما بدي زعلك. طيب طالما القصه هيك، ليش قلتي قدام الضابط انه الموبايل الك؟ لاني تيست بعيد عنك، حطقني. انا قلت له للسيد فادي انا ما عندي مانع ارجع لك الموبايل بس بشرط عن طريق رفيقك وما اشوف خلقتك. فجاه لقيت لك يا تصنبع قدام خلقتي، حسيته ضحك علي، قمت تيست بزياده وقلت لا ممكن ارجع له الموبايل. مشان هيك قلت للضابط انه هذا الموبايل الي، ما
بس شو بدي ساوي؟ انت ما عم تفهم، ما عم تفهم انه هذا كله عم بعمله لحتى ما تزعلوا، لاني بحبك وبخاف على مصلحتك. عن جد؟ لك انا عم بمزح. طيب الله يسامحك يا رمزي، يعني من الاول حكي هيك مشان افهم انا، ما كنا وجعنا راسنا مرت عمي. ايوه، ليش حضرتك كلفت خاطرك وسالتني شو صار يا بنت الناس ولا شو القصه؟ على كل ما ليش حبيبي، منيح اللي بينت على حقيقتك من اولها. ايه لساتنا على البر، الحمد لله الحمد لله. شو بر ما بر؟ الله يهديك يا صهري، اطول عمرك متسرع وعجول. طيب مرت عمي، امانة الصعبة حطي حالك محلي، ما بتتضايقي. ايوه، تقبرني ما تواخذني، جعزت لك خاطرك وكسرت لك يا مشان الله حقك علي، هات ايدك لبوسة. ذاتا انا اللي مكسور خاطري، ليش؟ لانك حبيبي انت ما عندك ثقة فيني من الاساس، لانه لو هي الثقة موجودة كنت ما كبرت ادانك وعطيتها للعالم، خصها اخوك هذا سلطة لندوت، الله يورجيني فيك يوم يا سلطة. لك انت ما بدك تفهم انه اخوك بيغار منك لانك احسن منه واحلى منه، وفوق هيك بيغار مني لاني احسن من مرته وبسوى راسها. على كلين هذا الحكي كلياته ما بقى يفيد هلا. يي يا امي، لو تشوفي اخو سلطة هالبهيم شو ساوى وشو عمل وشو ردح لك بنص هالشوارع، فضحني 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 يا امي. لكن الناس تقول له بنحلها مع البنت على رواق من غير ما نحطها على المخافة، هو يقول لها ابدا وينط. بتعرفي قديش طويل وهبيل ينط؟ اسمع اسمع مطير لا تكرسني، وينط لك بنص هالشوارع ويقول لهم ابدا انا بدي احطها على المخفر. ليش؟ لانه بدي افهم الحقيقة. الهي الهي عارفك بحكمة يا سلطة، لا شمال ولا جنوب ولا ليل ولا نهار ولا شرق ولا غرب. يلا حصل خير، قوموا خلونا نقعد برا قبل ما يحسوا نسوان اخواتي. ولي ولي سلطة، انت مو معقول، مستحيل تقبر قلبي تقبر قلبي. انا بحياتي ما شفت حدا مثلك، ما في حدا قدك بالدنيا كلها تقبرني. هلا بكون مطيع عم يمزح فيه وانا راضي. انت ما بتعرفي مطيع كمان، مطيع هيك مثلي الزلمه بيكشش البلد. يعني قلتك بتكون فقست لجوازك؟ عم اقول لك حطيت ايدي بالقصه، بتعرف شو يعني حطيت ايدي بالقصه؟ لا تقبرني. شو يعني سلطة لما بيحط ايده بقرني يعني اعتبريها خاصة؟ ان شاء الله بتقبر قلبي. الهي يا حق، الهي ما يسلطك على حدا تقبر قلبي معنا، تقبرني. بتعرف شو؟ شو؟ كنت بتمنى اطلع جاسوس. جاسوس؟ ايه، كان يسموني سلطة الهجان. العميل 2007. الله يوفقك ويخليك لا تزعلي مني، والله العظيم مو بإيدي رمزية. أنا بعرف إن بعض الظن اسم، بس يعني شو بدي ساوي؟ والله مو بإيدي والله. طيب ليكي انسي، خلاص انسي الموضوع كله، يعني خلينا نعمل مثل ما بيقولوا المصريين، جربيني يعني، خلينا نفتح صفحة جديدة. هاي شغلة تنتسى يا مطيع؟ قال له شو بدي اتذكر منك يا سفرجي؟ قال له كل عضة بغصة، لكن انا يا منظوم بقول لك لا تفتح تمك بكلمة وتجيب سيرة انك جبتني من المخفر قدام امي، بتقوم دغري بتبق اللي بقلبك وبتكر الكراتي بكلمتين هريت؟ شو ما بتنبق البحصة تمك انت؟ الله يلعن، الشيطان ابن كلب لعب بعقلي، استغفر الله العظيم. بوعدك، والله العظيم ما يخبرك. خلاص مطيع؟ يا الله، خلاص والله تقطع قلبي. خلاص يا مطيع؟ لا اريد ان شاء الله رجال بدك تبكي خلاص. لعنة لك، يخرب بيتهم يخرب بيتهم. شو قوايا؟ لك هن القوايا ولا هو الدرويش زيادة؟ لك خلص بقى، بصير اذا مو عاملين له شي عمل. اختي يعملوا اللي بدهم اياه، احنا شو دخلنا فيهم؟ ينمحقوا ينمحقوا؟ ايه شو ينمحقوا؟ ايه والله والله، لقول لاخواتها انه اختكم وصلت للمخافر. يخرب بيتك يا الهام، ان شاء الله بدك تعلقينا مع حماتك مرة تانية. اختي ببوس ايدك لا تحكي لجانا، لك والله بيذبحوها. لك اي يذبحوها وان شاء الله بيموتوها كمان، ما هذا اللي انا بدي اياه يا حوضي. Oh, oh, oh.
شو صار معي؟ ما بعرف شو بدي اقول، ما في حدا لحدا، ما استفدت شيء، ما حدا عم يرد. قولي على عمتي ليكون مفر وعدي هذا الشب بغيابنا وناطها ابوها، من قلبي مثل النار. لك امي لا تفوري على البنت ولا تفوري دمك مشان صغيره ما بتسوى مشان حليباتك. يا علي يا ستي لساتك ملفوفه بغراب. يا لامتي عليكي. يا ريتني رحت انا جبت لها البقجه وطمنت وعرفت شو صار. يا ربي شلون بدي اطلع، انت ادرى بمستشفيات الدوله، اذا طلعت ما بيدخلوني. لا امي ما تطلعي تدكيني. يا ربي عم يقلي عقلي يفوت على الغرفه اللي جنبنا لاقي لي شي حدا ولدان اخذ له من عنده شي قطعه. خليني اروح. يا لامتي لسه ما اجت صغيره بلشنا بالشحاده. من حبيبي أنا رد علي وقولي، من حبيبي أنا رد علي وقولي، من حبيبي أنا رد علي وقولي. انت شو شغلك بالصوت؟ وقفي وقفي وقفي، ما عم تعرفي تغني، ما عم تعرفي تغني. صوتك حلو وعندك رخامة بس ما عم تعرفي تغني. هاي الغنية بدك تعملي فيها إعراب. شو يعني إعراب؟ إعراب بدك ترجرجي صوتك، بدك ترجرجي انتي، صدي العالم اللي ورا شلون يسمعوكي، بده يكون في صوت عالي. شبكي شوفي انا شلون مغني، بعطي الصوت من مصاريني بنكته نكت. يلا قول لنشوف نكت. تكرم عينك امي، شو غن نفس الغنية حغني لك. يلا معي على نفس العدة. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. من حبيبي انا رد علي وقولي، 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 علي علي شوي شوي علي، من حبيبي انا رد علي وقولي، من حبيبي انا رد علي وقولي. الو الو، يعطيك العافيه. والله بدي اسالك اختي، مو هون بيت سلطه؟ بلا هون بيت سلطه. الله يخليكي، فيني احكي معه؟ معك بلال من ورشه المعلم ابو عدنان. ايه على عيني، دقيقتين بس. سلطه، واحد بده اياك من ورشه ابو عدنان. بدك الف مره قولي ابن عمي. ابن عمي. الو الو، كيفك سلطه؟ الله يخليك، والله مشتاق لك انا حبيبي. ليك بيقول لك المعلم ابو عدنان اذا حابب تنزل على الشغل انزل، لانه بصراحه مكسور علينا شغل كتير وبدنا شغيله. الا اذا ما بدك تيجي لحتى نجيب غيرك. لا شو ما بدي اجي، بكره اول واحد بيجي. بدي اسالك زينب اللي كانت تشتغل عندكم ما عاد اجت تشيل عنكم؟ ايه داي معني عم بيسالني عن زينب اذا عم تجي ولا لا. الا عم تجي، تجيك مجيه. ايوه حلو، ما عاد تسلم لي عليها كتير. وينك بلال؟ لما تطلع من الورشة حاكينا على هذا الرقم، ماشي؟ ايه خلص ماشي ماشي. ايه ايه ماشي. بدك شعير؟ الله يخلي لي اياك يا رب. والله انت مفضل حبيبي، ما بدي غير سلامتك. شكرا. خلينا نشوطك بلالو. حاطك تنزل على الشغل؟ شو قالوا لك عني اجدا؟ سلطة؟ قلت لك الف مرة قولي ابن عمي. ابن عمي؟ نعم. سلطة؟ نعم. خليني انزل انا اشتغل، والله لازمنا مصاري يا حبيبي، بكره جاينا ولد على الطريق لا تنسى. حبيبتي من هون ليجي قاسم. مين قاسم؟ قاسم ابننا. من هون ليجي قاسم انا بكون انتسبت بالنقابه واخذت عضويه مطرب، بكون عم غني بالنوادي، اقل شيء بالليل عم باخذ 10000 ليره. 10000 ليره؟ لك ايه 10000. ليك جارنا ياسين عم يغني بالليل وبالنهار عم يشتغل على التاكسي، على قول العالم عم يلحق له 50000 ورقه بالشهر. لك انا بس مو خايني غير شغله واحده، شلون ياسين عم يغني وانا بعرفه اخرس ياسين؟ لا والله يمكن هلا مو قصدهم على هذا ياسين اللي انا قصدي عليه، قصدهم على واحد تاني، بس رغم هيك صوتي احلى من صوته. تقبرني لا تزعل مني ولا تعصب علي، يعني انت صوتك حلو بس مو زياده. يا ريتك سافيتيني 50 شحاطه بنص خلقتي ولا حكي هالحكي، لانه كل اللي عم يغنوا صوتهم مو احسن من صوتي، كلهم عم يركبوا هذا الجهاز كوريزل اللي بيظبط الصوت كلياتهم، وانا بكره بركب واحد وعم ندرب صوتي. وهي امي بتشهد شهادة الحق، امي صوتي حلو ولا مو حلو؟ لك ابني صوتك عم يجرس جرش متر الهي على البلاط، بس لحد لك ما اكثر من هيك. شو هي طنبو؟ ايه شو ساوي بحالي يعني؟
ياخذ سكر نبات كثير تقبرني كوك طول سكر نبات صبح وعشيه والظهر والمغرب قبل النوم وين بتلاقي حالك تغيرت وصار صوتك حلو. لك اذا الله ما اعطيك صوت بالذات بدك تساوي صوت. عن جد اخواتك بالحبس ومانهم دكاتره مثل ما قلتي لي. يا سيدي بالحبس اولاد الحرام لبسوهم تهمه زور وياما بالسجن مظلي. انت بدك تتجوزني الي ولا بدك تتجوز اخواتي؟ طيب ليش ما قلتي لي؟ اخي انا رح ريحك من الاخير الحاصلو انا وحده كذابه وشو بدك تساوي ساوي واذا بدك تفك الخطبه لفوت ناولك كيليات الذهب اللي جبت لي اياهم. سلطه؟ ايه تقبرني يعني انا ما بحب اتطلب تعرفني انا خبزه وبصله باكل من تمساكي بس يعني هيك عم اقول بيني وبين حالي انه مو لازم تجيبوا لنا حلوان الصلحه لكن صالحت انت ومطيع الحمد لله يا ربي انكم تصالحتوا. تكرم عينك حبيبتي قولي شو جابالك اجيب لك. شو جابالي؟ ايه جابالي شقفوا كباب ناطف قلبي عليها من صغري ناطف قلبي عليها. بس شقفوا كباب؟ تكرم عينك هلا بخلي مطيع يجيب لك اللي بدك اياه. انت امي شو جابالك اجيب لك؟ موزه وقيمة وجلسي. تكرم عينك حجه هلا بخلي مطيع يجيب لك اللي بدك اياه. فرد مره انا والله كمان جاي على بالي الهمبرجر هلا بخليه يجيب لي. قومي يا مره هات التليفون لنشوف ليش تاخر مطيع. حاضر تقبرني. اهلا اهلا بالوحش اهلا بالمغوار بالثابت الله بحييك شو طمني ان شاء الله بدأت بنص خلقتها تحت كفين ورفسي ولعتها. ده خير والله يعني بدي ارجع على البيت الله يعني. لك اساسا هذا اللي بدي يا رمزي هذا اللي بدي هذا خانة انت واخوك كان تغلال الساعه بس صار الزلم ما قال لي على شو هالشنطه تبعك سلطه. شو سلطه شايفه لفيت ودورت لوين رايحين؟ وعم تقول هذا اللي بدي اياه؟ ايه ما راح تحلم فيه. برني ربك. أنا بعرف إنه رمزية بتتعبني بس كل ما أفكر إنه بدي أتركها بدها تتجوز واحد تاني غيري والله بشد. آه فهمت عليك هذا اسمه الحب الجحاشي. بس على فكرة أنت مو شايف اللي إحنا شايفينه ها؟ إيه بس يا أخي يعني والله إنه بعض الظن نقص هلا هي بجوز تكون طايشة بس ما أنا فلتانة. بعدين انا هلا مالي حكم عليها بكره بس اتجوزها ضبها وبحكمها بجوز تعقل. طب انا حاتركك تساوي اللي بدك اياه بس في مانع اذا راقبت لك اياها من بعيد لبعيد. لا يستر على اختك لا تراقبها ولا تراقبك انت حل عني وانا بالف خير من الله. Oh,
يا يصير هاي بعثوا لك اغراضك يا حرام يا زوز روحت جوهره من ايدك اليوم كتب كتابه خلص اختي انا مو ناقصنا كله اسمي ونصيب فادي اتصل سهرك من حلب وقال طلع لك يومين لعنده مشان تريح جوزك ما بده يريحني جوزك بده يورجيني قرايبته بعرفه ايه شو عليه يعني يعني هو حابب لك غير الستره يعني اختي شبكي انتي انا كرهت الجواز وما عاد بدي اتجوز لك كرهت البنات حدا له عندي شيء اذا متضايقين مني بطلع بنام بالشوارع لا يا اخي شو هالحكي اللي عم تحكي نحن نتضايق منك اعوذ بالله بس والله من قهري عليك لك اخي ليش هيك عم بتساوي بحالك لك حاجه تدقي بقى لك خلص خلص بكفي خلص اخي خلص روق بس انا ما دخلني اذا سهرك ضاج ما دخلني ها خير سهري شبك ليش ما جيت خير ان شاء الله والله شغلت بالنا ما في حمد لله على السلامة ابو حسن ما في مبارك ما اجاكي انت بتعرفي انه مسره عم تطلع من البيت لحتى تشوف شاب لا والله وعم تحلفي كذب كمان طول بالك سهري طول بالك المره ولدانه جديد ما بيسوى لها بصير مع حمد نفاس تروح روحك وروحها إذا كنتي خايفة عليها خديها معك أنتي طالعة قولي على أمي طعي نوشي بسرعة سما أذبحك شايفك قولوا لي قولوا لي فين قولوا لي فين حبيبي حبيبي فين راح حبيبي فين؟ ملي فين طويلة؟ فين؟ أطول 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 شخفية وعملي واحد أطول فين؟ حبيبي مبينة أنت إذا بدك تطولها بدك تطول فين؟ محين؟ وإزاي ينسى إزاي؟ وإزاي ينسى إزاي؟ أما صحيحنا إزاي؟ أما صحيح خزني في عز الشوب وبقيب الله يوفقك واحدة واحدة خزني 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 في عز الشوب وبجيبه وبجيبه عز الشوب وبجيبه وبجيبه عمر في حالي غلبت انابيبه عمر في حاله غربت انابيبه غربت انابيبه
أنا بيبو؟ أوه. أنا بيبو. كل البنات بتحبك. كل البنات حلوين حلوين والحلوين مرتين. يلا شرف قوم معي على الشغل قوم يلا تحرك. ما بقدر. ليش بقى ما بتقدر؟ ما بقدر لا اليوم ولا بكره، بدي مع السوبر ستار. ايوه معناتها خلص مصمم تبهدل حالك وتبهدلنا وتبهدل العائله وتدخل بالديك ديك 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 ما؟ اخي ليش لبهدلكم؟ امك سمعت صوتي وكلهم سمعوا صوتي وقالوا انه صوتي حلو. بتعرف اذا انا صرت مطرب منتشركم من الفقر وبسحبكم وبخلي لكم عيشتكم احلى عيشه؟ لحالي انا بستقر باخذ بيت على مرائي اجاره حتى لو كان 4000 ليره بالشهر باخذه لحالي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليك مطيع؟ مطيع طب وقال لي منيح لحقتك؟ كثير منيح لحقتك. لك هات مصاري معي بالبراد، ما في شيء بالبراد. منين؟ ما في شيء. منين منين بتجيب يعني بني حالي بعطيك منين؟ ما معي. هادو الدين. عم تتزلمن ولك؟ كل عمرك تاخذ مصاري ما ترجعهم كذاب. لا بزعل منك. كذاب. كل مرة برجع. كل عمرك تاخذ ما تعطيني. ايه خلص الله يسامحك. انا الي الله انا وهالمرأة المسكينة. وأمك شوف أمك قلت الأكل صغري هالقد صار يا زلمة. حرام عليك. تعال خلص تعال. لا لا خلص. تعال خلص خلص. لا لا والله. خلص والله مو بقصدي. خلص أنا بابا. لك خلص بقى بلا غلاظة. طب يام طب يام مطيع هذا شو بدها تكفي هاي؟ شو بدها تكفي؟ الفرقة ما بتكفي؟ ما بتكفي شيء هاي، ما بتكفي شيء. علبة المرتديلا صار حقها 500 ليرة يا مطيع، أنت مو عايش بالبلد أنت؟ بلا، سي معك حق. طب ليك مطيع معك غيره؟ يوبر قلبي شو حنين؟ والله يا حنين، والله بزعل علي. جد عن جد بزعل علي. كملي كملي. الله يخلينا يا الله يخلينا لك يا مطيع. يلا حلوين حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك ميل ميلامين انت اللي زيك ميل ميلامين ميلامين مطيع ما عم بفهم عليك يعني ما بدك تستلم الورشه جديده قسما بالله العظيم ماني عارفان شو بدي اقول لك يا استاذي والله محرج منك كثير بس بيت حماي رابطين جوازتي بالمصلحه بدهم اياني غيرها ايه مو حكي هاد ليش شبه شغلتك هي ما بها شيء مثل ما تفضلتي بس يعني هن فكرهم انه يعني بطل هالمصلحه كلها وافتح لي هيك شيء محل ممنوع واعملوا موبايلات وانت يا مطيع معك مصاري لهالمشروع انا بقدر استاجر المحل 6 شهور بس المشكله انه ما معي مصاري عبيه يعني ماني عارفان شلون بدي ادبر حالي وكيف بدي ارتب الامور كيف والله ما بعرف الله كريم يلا الله كريم بس انت يا مطيع ما بتفهم بهالشغله لازم تحسب بالتجاره الخساره قبل الربح بتفهم انت امك استاذه الله كريم ان شاء الله ما بنخسر بعدين على المقليه بضب اخي فيه لانه ما عم يزبط ولا بمصلحه على كل إن الله يوفقك اذا حبيت ترجع انا جاهزه تسلمي خلي لي اياك يا استاذه والله انت ما في منك قسما بالله هذا بقى حسابك سلم ايديك انا ان شاء الله بكره ربعت اخي لم العده قسما بالله انت بنت حلال وكتر خيرك يا ريت كل العالم مثلك السلام عليكم مطيع انا حابه اقول لك شغله قبل ما تروح حياتك اللي عايشها هلأ انت حر فيها بس يا ريت ما تضيعها هيك وإن كانت ولو بد بتضيع فيا ريت تضيع على شي بيستاهل ويا ريت كمان بالمرة الجاية أشوفك أحسن من هيك إن شاء الله أستاذي إن شاء الله السلام عليكم السما بتسلق قلقل شو حيزلنا جوزك يعني لك حاج تبكي مشاء الله شوفي هالصغيرة لك مش كيف قابل من كتر ما تردعي حليب زعل والله يعني حاسه انه هالبنت الشرف علي وقت ما اجت على هالدنيا والنحس ما بارقني لأخو اخر طب القلب طلقت اللي على امسي اخرسي وبلع لك حرام عليكي هاي طفلة مصحف مطوي ما بيصير تحكي عليها هيك بعدين جوزك من يوم يوم علي الاصل هاتي هاتي هالصغيرة لركنها تقبريني تقبريني يا حبيبة ستك يا حبيبة قلبي ليكي ليكي هالوش الملايك ليكي بسم الله بسم الله عليكي يا حبيبة تعرفي لك زيان أنا مشغول قلبي على هالولاد وعلى مسرة
ما سمعتي الجيران كيف قالوا انه كان ابوها لحقها بالسكينه على الحاره بده يذبحها؟ لك يا ريتو ذبحها وخلصني منها، اصلا هي سبب كل البلاي بعد لقتلها ان شاء الله. لك والله انت وجوزك انتوا الاثنين اجن من بعض، كتر خيرها هالبنت ما جنت هي الثانيه، دخلك شو عملت يعني؟ هي اول وحده بتحكي مع شاب؟ تعي لقلك لك امي، لازم نلاقي لنا شي زلمه يمون على جوزك يحكي معه مشان يرجعك، مو محبة فيه لا والله، بس مشان هالصغار ومشان مسرة، والله خايفة يعمل لها شي. امي ليش هذا حدا بيمون عليه؟ انت بتعرفيه؟ بعرفه. ماشي، انا رح روح لعنده، حتى لو ذبحني. ما بكفي ترك هالمسكينة بلا اواعي، وخا علي يا حبيبة ستك. انا المسا بدي روح لعنده، احكي معه وافهم منه شو بده يصير. ان شاء الله الله بيسرها يا رب. الله يا أمي، حاسة جسمي مثل النار وراسي عم يغلي غلي. يبعت لي حمى يا أمي، خايفة يصير معك حمى نفس، يتقبريني إن شاء الله. قولوا لي فين حبيبي فين راح حبيبي فين؟ وإزاي إنسى إزاي؟ ما صحيح إزاي؟ خدني في عز الشوب وباقيله عمري في حالي غلبت انا جيله انا جيله. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، وانت اللي زيك من ولا ولا تري بي تري بي تي تري بي تي تري بي تي تري بي تري بي تي تري بي تي تري بي تي. كل البنات شغلاني بتعدي مش شايفاني، وانت يا دب زواني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل، ولا حاجة فيك نقصاني. ليه العيون سايباني وانت اليوم والتاني بتقرب بتقرب ديلي دي بتقرب ديلي دي بتقرب ديلي دي وتبعد ظبطت ظابط معي اللحن بجنن بياخد العقل ان شاء الله بتطلع على قبري يا حبيبي دفيل عمرك. انا بتعرف شو صوتك طالع مثل صوت مصطفى قمر على احلى كمان على احلى، بس يمكن اللحن ايه مبلا، بس اللحن خربت معه. هذا الصوت بيهمني اكثر من اللحن، الصوت كله بفضل السكرنبات بفضل الحجه. قولي على امتي يا صاحب. امي امي شو بكي امي امي نا امي اتصلي على السريع مطيع اتصلي على السريع. ليلو امك فصلت صوت وصوره. امي شو بكي امي؟ أمي أمي أعمل لك تنفس صناعي. أمي ألو 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 مين؟ أنا زينب. مين زينب؟ زينب مشروع لبن. زينب مشروع إنسى معانا. طب أنت هون؟ أنت نعم انسان موبايل مطيع بجيبتي. وينك؟ بس على السريع خلينا ناخذها على المستشفى. هيك بروح معاه. لو حطي لحالك شي وقع على السريع. ايه دي آي. ساعة الانترنت ب 50 ليرة وساعة الالعاب ب 25. طيب هذا اللي قلت عنه شو اسمه؟ الانترنت. هذا كم ساعة بيشتغل منها؟ قد ما بدك، طالما انت فاتح فينك تشغل الانترنت. ما بيحترق يعني؟ عن جد عم بسألك بيحترق شيء؟ لا شو بيحترق؟ طيب والألعاب كلها هي قديش بتطالع بالنهار تقريبا؟ هاي الألعاب أحلى شيء، بيجيك الأولاد اللي أهلهم لاعشينهم وما إلهم لا شغلة ولا عملة، وبيقعدوا عندك من أول النهار لآخره، وكل ساعة ب 25 ليرة. يعني قديش هالدكان بتطالع بالنهار هيك قشة لفة؟ أخي بدك تحكي لك بالصيف 2000 3000 ليرة، بالعيد 5000 ليرة، وبأيام المدارس بلحقك 800 ألف. وانت بتعرف الشغل مواسم، واذا اعتمدت بكرمك كتير. تسلم الله يخلي لي اياك. معلش عرض لي اياها ما فهمتها. بحسب لك الجهاز ب20. 20 ألف ليرة؟ مو ب20 ب15، انا موقف علي ب30، وبحسب لك اجرة المحل 10000 بالشهر، بس بدك تدفع لي 6 شهور لقدام. طيب يعني بلا منهودية كل هالماكينات واجار المحل قديش كلهم بيصيروا؟ يعني بدك تقول 150 ألف. ولا تنسى انت اخذ محل شغال وله سمته. اخي روح شاور عقلك واسأل، ومعك من هلا للمساء، واذا ما بدك في عندي زبون تاني، بس ما تيجي بكره. زبون معه اكثر مني يعني؟
كيف الشباب؟ ولا عمي فرزان؟ شلونكم؟ ان شاء الله بيكم بالطيب يا رب. شلونك؟ انا بدو شلونك؟ حط من الاولاد؟ يلا خلي لي اياك. شلونك؟ ماشي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ بخير شو بالوالده؟ والله ما اعرفك فرزان. الدكتور جوا عم يقلبها. شو دكتور طمنا ان شاء الله الحجه خالصه؟ هاي ليش تاركينا هلا؟ ما قلنا لكم لازم تعمل عمليه؟ يا والله شوي هيك الاحوال دائره. بس المريضه حالتها ما بتسمع، لازم تحاول تدبر حالك اليوم، لانه ضروري ضروري تعمل العمليه. طيب ما في احتماليه انه يعني نعمل عمليه بعدين نحط المصاري؟ والله ما بعرف، بدك تنزل تتفاهم انت والاداره. اه فهمت عليك. سلطه سلطه، شو قال لك الدكتور؟ عم ندبر مصاري اليوم من تحت الارض. وينك؟ انا ادبر مصاري خليكي هون. منين منين سلطه؟ حسرتي ناحت علينا النايحة والعين تبكي والمدامع سايحة كنا نشرب من مياه السلسبيل صرنا نشرب من البحور المالحة يا حسرتي ناحت علينا النايحة يلا اطلع يطلع بلا اطلع وانا بعيد طيب شو اطلع ما اطلع رح تروحنا الميدور يا زلمه لا حال امي هاي الامه مشان نهبك بدورك مو امتك امي بعيد بدي شوف الفرق بيني وبينك انا لا والله انا رايي اذا هذا المحل بهالمواصفات هي ما بده وقفه بنوب حاكم هدول محل الكمبيوترات عم يقصوا ذهب ولا تفايت ولا تطالق مزبوط عرفتي ماما مثل مين؟ مثل مين؟ مثل خلدون ابنه لابو عرب ايوه ايه بس انا اللي مجنني وما عم يخلط مشطي انه ليش بده ياجر المحل اذا عم يشتغل؟ ايه كنت اساله بعدين ولك صاري هدول اصحابين المحلات ما بيأجروا محلاتهم الا اذا كانوا فايتين بمشروع اكبر ايه انا معك متعمي بس يعني الزلمه بده 6 اشهر نقدي غير حق الاجهزه منين؟ يو ادفع له شو خسران؟ منين يدفع له؟ انت بتعرفي انه حيلتي وفتيلتي هالمئة ألف بعدين غير هيك وهيك تتأخر جوازي مرت عمي والله يا مطيع بدك تدبر حالك محل بهالمواصفات هاي ما بتفوت بنوب بعدين بصراحة نحنا يعني ما عاد نقدر نأجل جوازي أكثر من شهر بقى دبر حالك وشوف لك شي حدا يدينك المبلغ من هون من هون بعدين مطيع إذا هذا المحل جاب لك 30-40 ألف بالشهر لك دغري بتتجوز ما عاد عنا عطلة على شي طيب وال50 ألف منين بدي دبرهم؟ والله ما بعرف شو بدي قلك يعني هيك انت عم تحرجني انا كرمتك زيادة وهيك صارت المسألة صعبة عليك والله هي قدرتي شو اعمل شق حالي يعني وكسر الهقمة معي غيرهم لو معي لا اعطيك سنة لقدام يا سيدي تكرم عينك هات رعبون وتعال مثلا نكتب العقد لك تسلم لي عينك سيك هي 5000 ليرة وهات بوسي هات العقد خليني اقرا الفاتحة بالاول قبل المصاري سمي بالله هات العقد يا رب قول يا رب لا معك انا وين انا لا
لك امي حاج تبكي حاج تبكي ان شاء الله حاج تبكي. اللي ساعتين عم قلك لا تبكي، هلا بروح حليباتك. نحن حقك ما معنا، منين نجيب لها حق حليباتها الصغيره؟ والله يا امي مو جايني اقعد بدون ولادي. يا بتروحي بتجيبيهم انت، يا انا بجيبهم. ينمحق منه لبنته، والله خايفه يعمل لهم شيء. انا رح انهي الموضوع، واللي بده يصير يصير. شو حيصير يعني؟ الله لا يوفقه. طالما طلق خليه يدفع نفقتها الصغيره. اللي ما طلع بوشه الله لا يسامحه. ايش وحنستنى لتموت؟ ابوك بعتك اشتراك دخان؟ لا ان شاء الله بسم الهاري يشربوا. شو امي ضربكم شي حبيبي؟ لا ما ضربنا، بس ضرب اختي مسرب حبسها. يا لامتي ان شاء الله يبلا بكسر دياته. خدينا معي. لا تقبرني هلا بشوف شو بدي اسوي. خليك انت هلا انا رايح اشوف. سهري انا جاي احكي معك كلمتين. ما بدي احكي مع حدا، شايفه كيف؟ ايه مو على كيفك. راح تروح بنتك الصبيه وانت نازل فيها قتل وضرب وحبس بالحمام، وراح تروح مرتك الثانيه اللي ما لها ولدانه يوم وبتقلي ما بدك تحكي معي. انقلعي وبلا حكي فاضي. وين رايح يا حبيبي؟ وين؟ راحت على الدرويش يلي بيرضى وبيعيش، ضيع أمل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش أحلم وميش، لما القلب تعبى ظلم لبس أشواق وخيش. عيش 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 عيش، ليهمك دموع ليهمك تشويش، ليهمك دموع ليهمك تشويش.